اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد تاكوس بالكفته. الناس اللي عشاق الكفته اللحم المفروم، الناس اللي ما تيبغيوش الدجاج او ما تيكونش بعض المرات الدجاج عندنا في الدار، نوريكم الطريقه ديالو مع الطريقه ديال البطاطا باش تجيك ما مزيتهاش، وبعض النصائح يكونوا ان شاء الله في الفيديو. وسنعتذر على الصوت ديالي ضربني البرد، ونتمنى يعجبكم التاكوس وتتبعوه وتقول لي رأيكم، اللي جربوه يخليها لي في التعليقات. وهانتوما معنا نبداو التاكوس ديالنا في التحضير. دابا غنبداو في التحضير ديال التاكوس، تاكوس بالكفتة. غنحتاجو الكفتة الكمية اللي بغينا، والزيت والملحة وسميتو الكزبرة مطحونة. بالنسبه للملح، الناس اللي في بريطانيا تنصحهم بهاد الملح، هادي ما مالحاش بزاف وبنينه في الماكله ديالها. وغنديروا مطيشه نحكوها وتشومه نحكوها وصافي، هادشي اللي كاين في المرحله الاولى، وغنديرهم يطيبوا. المهم دابا غنحك مطيشه وتشومه، هانتوما معنا نكملوا الطريقه. هيا بعد مطيشه ما حكيتها، ممكن تستعملوا اي نوع من المطيشه الواجده ولا الطبيعيه. غنشد دابا الزيت في المقله، ندير الزيت، هادي الثوم حكيتها هنا مع الكفته، الكفته كانت في الفريكو جامده. صافي غادي نشحروها مع الزيت. طيب معايا ولا لا؟ يلا حرك المساعدة، غصني انت مساعد. برافو، تيعجبك عالم التاكوس؟ يا هلا التاكوس، تاكوس ويد كفتة ويد تشيكن. تشيكن ويد كفتة ولا؟ علاش زوين؟ شو داير شعر؟ اليوم غتجرب تعطيني رأيك؟ ها تعطيني رأيك واش زوينة ولا؟ نسيتي راه جربتو ولا كليتي عجبك؟ بعد ما نشحرو هادي، حيت كانت عندي كفتة في الفريكو نستناو عليها تطيب شوية. هاي الكفتة بعد ما تشحرات تقريبا شي 3 دقايق بحال هكا. دابا ان شاء الله ندير ليها الملحه، سمحوا لي على هذا الصبر الناقص ديالي. هاد الملحه اللي واخا تقوي منها ما تجيش مالح زوينه. تنصح الناس اللي عايشين في بريطانيا يستعملوا، حيت انا جربت بزاف ديال الملحات ما عجبونيش. هاد القزبره راه مزيانه، قزبر مطحون الجاف مزيان، المصاره مزيان للانواع ديال الاكل السريع. تقدروا ديروا حتى يطيب ويسالي، وديروا شويه ازير ولا شويه ديال الزعتر باش يكون له مزيان. ولا اللي ما تيبغيش هاد الاعشاب يخليهم حتى يتغداو ويدير واحد التيزان. دابا غنزيد هاد المطيشه اللي حكيت، تنحاول ندير داكشي طبيعي على ود الدراري. صافي هادشي لي كاين، خليها تشحر. غنزيد ليها واحد كاس د الما، بسم الله. شوف حتى لخر عاد قلت انا بسم الله. نخليوها تشحر مزيان وطيب على مهل باش تطلق هذيك الكفته المذاق ديالها. غنجهد عليها حتى تغلى ونقص ونخليها طيب مزيان، ومن بعد غنشفها ما يبقاش في هذا الماء، خاصها تولي ناشفه. بعد ما نخليها دابا طيب على خاطرها تاخذ وقتها، غنمشيو ندوزو نصاوبو الفريت.
بعد ما خليت الكفته تطيب بغيت نشارك معكم البطاطا بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في بريطانيا. هذا النوع ديال البطاطا مؤخرا اكتشفت انه تيجي في الفريت زوين، تيتباع في الدي. غادي نقيو ونقيو ونشمو معايا. احنا فين وصلنا البنات؟ هذه مازال تتشحر، غنزيد لها شويه الكمون، نسيت ما شاركتوش معكم. غنديرو شويه جبت تحمير، سوري، نديرو كمون. ها هو الكمون، نديرو شويه غير شويه، ما كتوش حيت هو مجهد. صافي غنخليوها تبقى دير هكا حتى ينشف مزيان، ناقص عليه الوطه. ولا تيعجبني نطيب الكفته مزيان، ما كانش شحال هادي تنطيبهم، دابا اكتشفت انها تجي زوينه طايبه. نرجعو، درت الزيت دير، رجعو للفريت ديالنا. ها هو غنديرو فيه شويه الملحه باش يجي بنين من الاول. زيت راه محيح عليا. والبنات الخل، الخل ما يخليهاش تشرب الزيت، اما نديرو نقيطه هنا مع الزيت ولا نديرو هكا شويه تيجي زوين. الخل تيصلح بزاف ديال الحوايج، ومن بينهم هذه اللي غنشارك معكم دابا. وغنسخن الزيت وغندير القلي ان شاء الله. ما نسن الاختصاص لكم الفيديو لان تجيد انت بكي هي تيصدعنا، تيصدعنا الباسل. صافي هذا هو الطاكوس ديالنا، ملي غنساليو الفريت غنجمعو الطاكوس ديالنا وغتشوفو كيفاش غنجمعو. من بعد ما درنا الخل، قلت لكم خصكم تخلطوا بحال هكا باش داك الخل اللي يضيع، ولا نديروه في الزيت، نديروه بحال هكا مقيطات. صافي ها هو درتو في الزيت. اغلبيه انا تنديرو في البطاطا، حطوه قبل ما تسخن الزيت بزاف يجي واعر. هكا تنبقاو نحطو فوق نفس البلاصة الناس اللي ما يلا مبتدئين. هكا غنجبدو واحد الفرشيط، هنا هي الفرشيط، أنا دايرة فرشيط خاصة بالقلي. عاد تنبقاو نكحزو هكا بشوية، هادي الناس اللي أغلبية اللي تيدخلو يتفرجو هما الناس اللي تيكونو تكون ماماها ما كايناش في الدار ولا يلا تزوجات، هما اللي تيدخلو يتعلمو. غنزيدو شويه، الله يا ربي. كل عندو ديك لاباره ديال القلي يقلي بيها، كل يدير اللي تيمولف. تتعجبني هادي المقلية، تجي بنينة حسن من هاديك تتشري واجدة. يلا نتسناو تتقلا ونكملو ان شاء الله. واخيرا المكونات ديال الطاكوس ديالنا تيجي على هاد الشكل. شنو قلت؟ والله ما عقلت شنو قلت. المهم الفريت ها هو تيجي هكا غزال، ها هو تلقعت ما شربش الزيت بزاف، لعقاش ما فيهاش الزيت بزاف. ديك طريقة الخل تجي زوينة. و سلقت البيض هنا، كرنيشوه وقطعته، هذه فلفله حاره ماشي شويه حاره شويه هي. هنا تتباع في الدي الناس اللي ساكنين هنا. الفرماج ديال الساندويتش، هاد سميتو هاد الصوص، هذا غزال تيجي زوين تاكلو مع شيبس ولا مع اي حاجه. غادي نخوي فوق هاد الكفته. الكفته البنات مشيت جيد نبدا تيبكي وخليتها، وانا نجي لقيتها تحرقات ليا شويه. المهم سي با غاف. هذاك البصله مشلده، مايونيز، كاتشوب، فحال ما كانش هذا نكتفيو بالكاتشوب. هذا جربته جا واعر واعر بنين، هاي القرع قريب السالي بقوه اللي تنستعملو بزاف. هاكا تنخلطو يا واش تاع البنات، ملي تيكون عندك التربيه صعيب صعيب طيب عشان نخربقو.
لا صدقات شي حاجة مزيان مزغرش هكا شي شيء معلق تقدروا ديروه هو فوق حيت انا تحرق ليا ديروه في المقلة وتشحروه واحد ثانية وطفيه صافي. دابا البيبي فاش يكون باقي صغار تيبغي مثلا تيبغي ينعس ولا شي حاجة تيبقى يعقل على حتى واحد تيبدا يقلب على امه صافي ها هو هذا غادي يجي زوين. واحد البنت قالت لي انه كاين في فرنسا المهم هنا والله ما عرفتش منين شراه مولاي ما عرفتش منين شراه واش من الدي ولا المهم راه فنيون عجبني تقدروا تستعملوه بزاف ديال الحوايج صافي ها هو دابا وجد معنا وناخدو العيش ديالنا ونصاوبوه. بانيني كانت عندي وخسرات ليا كانت عندي وحده كبيره في 3 زربه ايوا وكنت موقفاها وهو يطيح هذاك الباب ديالها دربق ملي طاح هي تخسر واصلا الكوزينه عندي صغيره صافي نشري قوت ها العيش ديالنا غنعيط لمولاي يصور معايا حيت يتفرج في الماتش باش تشوفوني كيفاش نعمر هادشي. هو دا ديجا صور معايا تنحمش نحط الكاميرا و هي تصور تنبغي داكشي يجي كما هو باش يجيني المونتاج سهل. نحطو هاد المايونيز هاكا تصور مولاي مزيان دوي دايخ غنديرو شويه البصله حيت الكفته ما درناش معها البصله قبيله غنديرو بصله هكا باش تكون تجي زوينه غنديرو هكا فليفلات هادو راه زوينين محارينش بزاف ندير هاد كرنيشو ياك سميتو كرنيشو هاد المخللات بحال هكا ونشدو الفرماج غندير النص ديالو هنا هاكم الى عندكم شلاضه هذيك الواجده ديروها حتى هي شي شي زوينه البيضه كنقطعوه قطعت هكا يا النص هذا نحطوه هنايا تيجي الطاكوس عامر ندير شويه الفريت الى كانت هذاك السلطه ما عنديش ديك النظر تاجه زوينه صافي وندير شويه الفرماج هكا باش يدوب على البطاطا ونسدو هكا ونحطوها في الاله ديال البانيني ولا كيما عندي انا مقيله بحال هكا نستناو عليها تطيب وراح نتوما معنا. ها هو الطاكوس الطاكوس ياك تيجي على هذا الشكل ديال الكفته هاي الحشوه ديالو تيجي معلك زوين فضل الفرماج اللي فيه وهاد هاد سميتو هاد لاصوص تيجي غزال فضل النفس ديالنا حتى هو تنقدمو هكا مع كاس ديال المناضة والعصير مع شويه الزيتون هذا ديال المغرب غزال ما شاء الله. واه ما درت هاد القياس هذا وباقي لي الحشوه ما كملتهاش حتى لي جا الجوع يعمر ديالو. نتمنى يكون يعجبكم الفيديو وسمحوا لي على صوتي مريض ضربني البرد ومولاي هو يلا جا من المغرب هو مريض كان تيدور بزاف جا عطيه النعاس قلت له شي دوق لي الطاكوس قول الناس رايك فيهم فيه عيان. واش نشكركم وهذه غديوه خفيفه ظريفه بالنسبه للوحده اللي ما عرفتش نسيت البوطه هنا ولا لا لا طفيتها بالنسبه للوحده اللي ما عندهاش الوقت والكفته بعد ما تنطيبوها ما تيبغوهاش الدراري بهذه الطريقه هذه يقدروا ياكلوها الدراري واخا ياكلوها شويه المهم يسمو كلاوها. وتمنى تدعموني وتنشكر كاع الناس اللي ما تنساونيش باللايك والديسلايك وشكرا لكم كاملين اي لاف يو.